السلام عليكم، لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ كي دايرين صحابي صحباتي الاصدقاء ديالي الصديقات ديالي؟ نتمنى تكونوا بخير ولا خير وما ناقصكم حتى شي خير يا سيدي ربي. ايوا كي تشوفوا هذا النهار، نهار جديد، فيديو جديد ياك سيدي ياك لاله. المهم هذا النهار بغيت نشارك معكم بعض الخضر والفواكه. ياك خضر، واحد الخضره جاتني في شكل، فهمتي؟ داكشي علاش نشارك معكم ووريكم حويجات اللي ما عمري شفتهم انا بالنسبه لي. وديك الساعه قولي نتوما شفتهم ولا ما شفتهمش. وواحد الحويجات صيفطوهم ليا من المغرب، وشي حاجه جبتها انا معايا باش كنت جايه من المغرب لهنايا. المهم هذا الفيديو فيه ايش نقولوا، كيفاش نقولوا، المهم فيديو زوين ما تعجبكم هذا مكان. ايوا نبداو على بركه الله. اش نقولوا؟ يا بسم الله يفتح يا رزاق، توكلنا على الله. يلا يلا يلا، زيد زيد زيد، ما بقاش. المهم عاش انت، بغيت نقول لكم وتنسى، والله الا عرفتي بزاف الحوايج في راسي، ولا انا ما تنبغيش نكتب. هذا هو المشكله، كون نكتب ما ننسى حتى شي نقطه، ما ننسى حتى شي حاجه، المهم نتفكر كل شيء، ولكن العكس العكس هذا ما كان. ايوا مهم، هذا الباذنجان دنجال احنا عارفينه ياك، ولكن هنايا اللي جاني في شكل انه صغير وفي هذا اللون. المهم حنا عندنا اليوم، انا ما عمري شفته في هذا اللون، وصغير ولكن زوين، ولكن ماشي كامل زوين. ملي تحلو بعض الخطرات تلقاه الداخل ديالو معمر زريعه ياك. المهم دنجال اللي كان فيه زريعه ما زوينش، وما عرفتي يكون كحل بعض الخطرات، ولكن من برا تيجي رائع. يا سلام يا سلام. المهم هذا من جهه. ندوزو شنو عاوتاني، الخضره الاخرى ولا فاكهه؟ المهم احنا نشوفو ابراك كدبرها بان. هادي هاي هادي البابايا، المهم صغيره، بارك الله يجعل البركه، وحده كبيره شكون غادي ياكلها؟ تقاد هادي نشري وحده اخرى. هادي البابايا ياك، فوقاش ياكل الفواكه بزاف هنايا في فصل، اين فصل، وفي رمضان. في رمضان ضروري الفواكه تيكونوا في الفطور ضروري. المهم هادي البابايا، المهم الدول الاسيويه كاملين عندهم بحال هكا، عندهم شي فواكه في شكل هادي البابايا، المهم معروفه. نكملو زيت 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 زيت، اش بقى اش كاين تم؟ اودي قولي لنا اش كاينه، اش تخربق علينا. المهم عليناش البابايا، من بعد غادي تجي واحد الخضره، هاد الخضره هي اللي ما عرفتش انايا ها هي. يلا باني باني الخضره، فينك خضرها؟ علاش قلت لكم خضره؟ حيت شفتهم طيبوها مع المرقه، فهمتوا داكشي علاش جاتني في شكل ما عمري انا بعدا كي شفتها ياك. بلاتي بابايا مباركه، بابايا راه عارفين كنت يدوز. يلا زيدي، احنا باقين مع هاد البابايا، وسيري بحالاتك، واحد جوج ثلاثه، ها هي هذه هي الخضره اللي قلت لكم ياك. ما انا ما عرفتهاش وسميتها نسيت عليها، راه ماشي فلفله، تقولي فلفله؟ لا ماشي فلفله. المهم طيبوها مع المرقه عادي، هنايا عندهم ما تيخلطوش الدجاج مع الخضره ولا اللحم مع الخضره، فهمتوا؟ كل حاجه تطيب بوحديتها، الخضره بوحديتها، عاد لا كانوا يديروا الدجاج بوحديته ولا كانوا يديروا اللحم بوحديته، فهمتوا؟ وعاد داكشي كل حاجه تتحط بحال هكا في الطبسيل، الا كان روتي هو تشاباتي تياكلوه معاهم، ما كانش راه تيديروا الرز، صافي هادشي اللي تياكلوه هنا، فهمتي؟ شي حاجه اخرى زعما سبيسيال ما كايناش، يا الرز يا تشاباتي الروتي. ايوا هادي يا سيدي يا لاله، هادي بلاتي نتفكر سميتها، هادي دراك فروت، اش دراك فروت؟ جاك فروت. يلا شوفي راسي في مشى. المهم جاك فروت، جاك فروت انا في الاول شاركتها معكم على اساس انها خضره ياك، دابا يا مني جات جابو هاد المره على اساس فاكهه. عاد من بعد شرحوا لي قالك ملي تكون خضره راه تكون خضره زعما تكون ما طيبهاش راه تيطيبوها، وملي تطيب بحال هكا راه فاكهه. هنا قلت لها ملي تبغي تحليها عيطي ليا، مشات هي حلاتها وجبدات ليها داكشي اللي في كريشتها، فهمتوا؟ هذيك الفاكهه اللي كاينه ديال جاك فروت، وعاد عيطت لي قالت لي جي تشوفيها انا حليتها، نسات ماشي مشكل. المهم هي دابا تتشرح ليا هي حلاتها بحال هكا، يا شنو لقات فيها؟ هذا تتنكل، هادي هي جاك فروت دابا على شكل فاكهه، وهنا كي قلت لكم راه كانوا تيطيبوها في الاول ملي تكون خضره، هادشي اللي كاين. المهم وراتني كلشي، هي حلاتها بحال هكا هالفاكهه، هالعظم ديالها ملي تاكل كاين عظم بحال هكا، واخا. ايوا دابا بلاتي انا نقول لكم واحد الحاجه عين، شوف انا تنهضر معكم بحال خوتي بحال صحابي بحال صحاباتي اصدقاء ديالي، فهمتوا؟ ما تنزيد والو ما تنقص والو، زعما نبقى شنو نقول شنو ما نقولش، المهم اللي جاتني على فمي تنقولها. هادشي هما اللي صيفطوا ليا اختي الغزاله، اختي امينه، وخويا زياد صيفطوا ليا هكا الزيت بحال هكايا، وصيفطوا ليا الزيتون. انا غادي نوريه لكم زيت البلديه حيت قادت ليا، وانا ضروري من الزيت نحتاجها، ضروري ضروري زيت البلديه. المهم دابا ما تنطيبش بها حيت ما كايناش،
كاينه في السوبر ماركت ولكن ماشي بحال ديال البلاد. عاوتاني حاجه اخرى كاينه في السوبر ماركت ماشي ما كاينش، ولكن حاجه ديال البلاد ما كاينش بحالها. المهم لو بغيت نشارك معكم معلومه على زيت البلديه، انا في الاول باش جبتها معايا ما كانتش على بالي، كنت هذيك القرعه ديال زيت البلديه خليتها في الكوزينه. ايوا الكوزينه عارفين الشمس تدخل الصباح والضو ديما مشعل في الليل، وهذه يعني ما بقات ليش النكهه ديالها كما هي، يعني تبدل لي اللون ديالها والمذاق. من بعد ما سولت قال لك حقها ما حقها زيت البلديه خصها تختفي، فهمتوا؟ ما يضربها لا ضو لا حتى شي حاجه. المهم راه عندهم الحق بصح، زيت البلديه ما خصهاش تشوف كاع الضو. دابا انا خبعتها في واحد البلاكارت اللي بدت منها الصباح بحال هكا، ولا في كاسكول فوق تما بغيتها، هادشي اللي كاين. المهم زيت البلديه تخبع ما تشوفش، ما تشوفش الشمس ما تشوفش الضو، باش تبقى لكم محافظه على النكهه ديالها. المهم اختي امينه وخويا زيد شكرا لكم بزاف بزاف على حفظكم وخليكم صحتكم. هو صيفطات لي جوج الانواع ديال الزيت الكحل، انا الزيت ومالي هاد النهار يتو الزيتون، الزيتون الكحل واحد فيه الزعتر واحد ما فيه والو، والزيتون الاخر راه مشمر. هنا كنت نوريكم هنايا هادي يا اختي هرسوها ليا، ماشي من المغرب للهند، من المغرب للهند جات في امان الله، ومن الهند من البلاصه فين ساكنين هما يصيفطوها ليا، هذاك هرسها ليا. هذا ما كان هرس ليا يا اختي هذيك البواطه. ايوا هنايا هادو تنوريكم، هادو اللي جبتهم معايا من المغرب ضروري، مصحف تسابيح وصلايه بحال هكايا كاينين هنا، ماشي ما كاينش، ولكن ملي كنت فهمتي تندور تما كان عجبني هادو جبتهم معايا. وهنايا اتاي، ما تقولوش لي عرفتي شنو، راه باليستي صغيره عمرت باتاي على الغدايت في المره الاولانيه اللي ما لقيتش اتاي، وانا يا اتاي عرفتي راه شي حاجه في الفطور في الغدا في كاسكوت العشاء، راه قلت لكم بيرارو تكرا مازال القهوه ما عنديش معاك، كي شربتها كي ما شربتهاش، ولكن اتاي شي حاجه ما نقول لكمش. ايوا هنا ضروري البريريد تي خصني البريريد فهمتوا، هادي شنو تقول لها مبخره نهار الجمعة بحال هكا ولا في الاعياد، هذا ما كان تيجبت معايا. ودابا ختامه مسك، ها نتوما ضروري من باني بوري، باني بوري الا ما مشاوش شي هنايا مشيو ياكلوه هو تيجي عندهم حتى للدار فهمتوا، ضروري هاد الامم بلي الماكله ديال الزنقه. ايوا هذا ما كنتمنى يكون عجبكم الفيديو، نشوفكم المره الجايه ان شاء الله، يلا دوسوا بخير، السلام عليكم.